الحصة اللي فاتت يا جماعة حكينا العلاقة بين النسب المثلثية للزاوية، العلاقة بين الزاوية ها و باي ناقص ها. بعد بحكي لك العلاقة بين ها وباي ناقص ها، العلاقة بين الها والباي ناقص ها، وانا كتبتها بطريقتين. كتبتها ايش؟ بطريقتين. الطريقة الاولانية كتبنا لو انها زي هيك، جيب الباي ناقص ها جدا باي ناقص ها ضل باي ناقص ها قطع الباي ناقص ها قاطع الباي ناقص ها وبدا الباي ناقص ها. بنفس الطريقة شو كتبتها؟ بنفس الطريقة كتبت العكس. شو يعني العكس؟ يعني كتبت هيك سالب جيم. لو كتبت هيك جيم الهاء جدا الهاء ضل الهاء قطع الهاء قاطع الهاء وضط ضط الهاء. ماشي تمام هاي؟ تمام 100%. وحكينا لو انا عندي الزاوية هاي ها، انا عشان هيك بدنا نسحب هسا اول اشي ها وباي ناقص ها، فبحكي عن ها وباي ناقص ها. ماشي؟ زاوية حادة اتفقنا طبعا. ها زاوية حادة، وهاي اعتبرها رقم واحد. حكيت لك ها زاوية هون، الزاوية ها هون هيك، هون الزاوية ها، وانعكاسها في محور الصادات نفسها تيجي هون الزاوية ها نفسها نفس القياس هذا ها. إذا هاي ها معناته الزاوية هاي اللي هي هون اللي هي إيش طلعت؟ باي ناقص ها. هاي باي ناقص ها، وباي ناقص ها زاوية المرجع لها اللي هي نفسها مين؟ اللي هي نفسها ها. وحكينا الجيب نفس الكلام، جيب باي ناقص ها بتساوي جيب، بتسحب منها الباي ناقص هاي، شيل منها مين؟ الباي ناقص، ضل زي ما هي ايش؟ جيب ها، بس بدك تحدد الإشارة، بدك تحدد ايش؟ الإشارة. الباي ناقص ها برضه حكينا المرة اللي فاتت حكينا هون باي على 2، باي على 2 ناقص نرجع للأول، باي على 2 زائد الثاني، هون باي باي ناقص نرجع للثاني، زائد للثالث، ثلاثة باي على 2، ثلاثة باي على 2 ناقص نرجع للثالث، 2 باي ناقص 2 باي زائد. طيب إذا هون إحنا لما نحكي العلاقة بين الزاوية ها وباي ناقص ها معناته باي ناقص ها إحنا واقفين بالربع بالثاني، باي ناقص ها بالربع الثاني. وبالربع الثاني معروف شو الموجب بالربع الثاني لما نحكي الكل كل حاكم جيب ول جدا. ماشي؟ بالربع الثاني بس الجيب اللي راح يطلع موجب، يعني الجيب والقطع وعكسه، وين عكس الجيب؟ القطع، والباقي شو بيطلع؟ سالب. فراح يطلع عندي هون جدا باي ناقص ها بتشير منها باي ناقص بتضلها جدا ها، بما ان احنا بالربع الثاني جدا سالب. ضل باي ناقص ها هي نفسها ضل سالب، ضل ها سالب برضه سالب. قطع موجب، القطع هي نفسها قتل موجب، قتلها وموجب لان احنا في الربع الثاني. وهذول سوالف يعني بيطلع عندك سالب قاطع ها سالب قاطع سالب قاطع. طول بالك. طيب وبالعكس كيف يعني بالعكس يا استاذ؟ يعني جيب الهاء
جيب الهاء بدي انسبها بدي انسبها للباي ناقص. انتبه معي الان. جيب الهاء بدي انسبها لايش؟ لباي ناقص اللي هي هاي باي ناقص بدي انسبها لباي ناقص. طيب حط لها باي ناقص يعني بصير جيب حط لها حط باي ناقص باي ناقص جيب الباي ناقص. احنا في الربع الثاني موجود احنا في الربع الثاني هيها هاي التحدي يا جماعه الجيب في الربع الثاني موجود. طيب الجتا انسبها بتصير جتا برضو باي ناقصها نسبتها لباي ناقص باي ناقصها الربع الثاني الجتا في الربع الثاني سالب ظل راح تطلع برضو ايش سالب ظل باي ناقصها. طيب القتا عكس الجيب راح تطلع موجب يعني بتضل القتا باي ناقصها القاطع سالب قاطع باي ناقصها. ليش باي ناقصها في الربع الثاني القاطع في الربع الثاني القاطع عكس الجدا الجدا في الربع الثاني سالب اذا القاطع برضو ايش سالب والقاطع برضو سالب قاطع باي ناقصها. يبقى هون الزاويه منسوبه لباي ناقصها رجعتها لها الزاويه هونها نسبتها لباي ايش باي ناقصها. هاي العلاقه بين الزاويه ها وباي ناقصها. الان بدنا نطورها شويه العلاقه بين الزاويه ها وايش باي زائد ها وباي باي زائدها. اذا انا صرت وين ربع ثالث صرت ربع الثالث ما اختلف الشيء. ايش راح يختلف معي يا جماعه؟ اشاره بيختلف معاك بس الاشاره نفس الكلام بس ايش راح يتغير معي؟ الاشاره بس طيب اذا العلاقه بين الزاويه ها وباي زائد ها باي زائد ها صرنا في الربع باي زائد ها من الربع الثالث اذا احنا صرنا هون في الثالث طيب بدنا نسبها على الجهتين بدنا نسبها ايش على الجهتين برضه جيب باي زائد ها بعدين سالب جيب جتا باي زائد ها كل الموجب يا شيخ طيب ظل باي زائد ها متى باي زائد ها قاطع باي زائد ها ومتى باي زائد ها. هاي الزاوية منسوبة لباي زائد الزاوية منسوبة لباي زائد بدي ارجعها ها بدي ارجعها ايش؟ ها. طب انا صرت انو ربع يا جماعة؟ الثالث شو الموجب في الربع الثالث؟ الظل والغطا وعكسه الغطا الظل والغطا بس موجبات معناته الباقي؟ سالب. طيب معناته هاي بتطلع سالب جيب خلاص شيل الباي زائد سالب جيب الها. طب جتا باي زائد ها سالب جتا برضو جتا ها. طب ظل بتطلع موجب اذا نفسها ايش ظل ها لان احنا في الربع الثالث. انت حددت الاشاره من وين يا استاذ؟ من وين الاشاره بتحددها؟ من عند الزاويه المنسوبه. يعني هون باي زائد ها بالربع الثالث مين اللي جنبها؟ الجيب. الجيب بالربع الثالث سالب. وين السالب بتنحط؟ عند الجواب. وين السالب بتنحط؟ عند الجواب. معي يا جماعة؟ مفهومة هاي الشغلة؟ كمان مرة النقطة هاي عشان في ناس بتتخربط. هذا السؤال ما تغير إشارات ولا إيش بالسؤال بدك تطلع الجواب هون. أنا هون بحدد الإشارة الربع والإشارة باي زائد ها في الربع الثالث الجيب في الربع الثالث سالب. وين السالب؟
وين تنحط السالب؟ بالجواب يا جماعه، بالجواب هون السالب تنحط هون، هون تحديد الاشاره وهون الاشاره بتنحط، هون بحدد الاشاره وهون بحط الاشاره. طيب الثانيه نفس الشيء، باي زائد ها في الربع ايش؟ الثالث برضه. الجتا، الجتا في الربع الثالث سالب، وين بتنحط الاشاره؟ بالجواب. بالجواب. بيجي السؤال عليها اذا ما طول بالك، بدي اضلك تقول لي السؤال السؤال هسه بعطيك اسئله بس شوي بشرح. جبتوا يعني بدكم اسئله حلوا واوجد جاي، حلوا واوجد جاي، بس افهم انت صح وبعدين حلوا واوجد جاي. طيب نيجي لهاد، لسه مطولين في القصص عشان تفهم، انتوا فهمتوا الماده بس خلينا نكتبهم يلا. القطة سالب يعني شو بتطلع؟ سالب قطع ها، قطع سالب، سالب قطع ها، موجب يعني بتطلع قطع قطع ها. ولو بدي اسويها بالعكس، انا عارف انه ممكن انت تكون زهقت وانا والله يا استاذ حفظناها خلاص فهمناها وحفظناها، انا بيهمني وانا عارف انك فهمتها وحفظتها، بس طول بالك، خلي بالك طويل وخلي صدرك، وسع صدرك شويه ونمشي شويه شويه. ترى الوحده هاي يا جماعه مهمه للتوجيه، الوحده هاي مش بس مهمه، في واحد كتير مهمه هاي توجيه، بس ممكن تفهمها بسهوله. الوحده هاي مهمه ولازم تفهمها شوي شوي، وهي اهم وحده الان، اهم وحده واصعب وحده في التوجيه. هي مش وحده في التوجيه، اصعب جزء في التوجيه، اصعب اسئله بتجيك في التوجيه، من اصعب الاسئله، من اصعب الاسئله، الاسئله اللي بيكون فيها دائري، الاسئله اللي بيكون فيها ايش؟ دائري. فانت روّل، طول بالك معي، خلينا نمشي كل جزء جزء، افهمنا يا استاذ، غير غير، لا طول بالك، امشي شويه شويه وما تفشكش. يعني هلا تقول انا فهمت خلاص، سكر مخك وتحكي ايش؟ انا فهمت خلاص. هذا خلي الاستاذ يحكي مع نفسه، وبديش اتبع وبديش اكمل، ولما يغير الموضوع برد ارجع له كمان مره. لا بدك تمشي معي شويه شويه، لو زهقت بالترتيب جزء جزء، زهقت كمل، اكتب اكتب عادي، فطولوا بالك. طيب نفس الكلام هذا، كل ما نمشي في الشغله شويه شويه كل ما بترسخ مخك مظبوط. طيب الان نرجع للقصه القديمه برضو، عندي جيبها وعندي جدها وعندي ظلها يا محترم وعندي قطعها وقاطعها وضطها ضطها، وبدي انسبها، بدي انسبها او اربطها بباي زائدها، بدي انسبها او اربطها بباي بباي زائدها بباي زائدها. طيب ماشي، اللي هي بصير جيم. طبعا حكينا احنا مين الموجب، الموجب وين الموجب؟ في الربع الثالث انت الظل والبطا، اللي هي الظل ونفسهم ايش؟ والضد. بدي انسب الزاويه هاي لباي زائد، فهي نفسها جيم باي زائد ها، احنا بدنا ننسب لباي زائد. طيب باي زائد ها في الربع الثالث، الجيت ربع الثالث سالب، وين بتنحط السالب؟ الجواب. الجواب. طيب جدها برضو اللي هي جدها بدنا نسيبها لباي زائد، اذا باي زائد ها، وعندنا في ربع الثالث الجدها برضو ايش؟ سالب. الظل هي نفسها ظل، باي زائد ها، وبما ان احنا في ربع الثالث الظل ايش؟ موجب، خليها موجب. القتا هي نفسها قتا بس باي زائد ها، بس احنا في الربع الثالث، القتا الثالث برضه ايش؟ سالب. القاطع سالب قاطع، باي زائد باي زائد ها، والضتا ضتا باي زائد ايش؟ باي زائد ها. يبقى انا اشتغلت على باي ناقص ها وباي زائد ها، انا موجود على محور ايش يا جماعه؟ هسه السينات، على محور السينات كله. يعني لما احكي باي باي انا على محور السينات، على محور السينات هون الباي، لما ترجع هيك بتصير باي ناقص، ولما تيجي هيك باي زائد. طيب اشتغلنا على محور السينات من جهه الباي، الان بدي اشتغل على محور السينات من جهه مين؟ هون عندك في صفر
واثنين باي. صفر واثنين باي. صفر وايش؟ واثنين باي. اوه هذه القصة هاي. إذا أنا بدي أعمل الآن العلاقة بين إذا صار عندي صار عندي انتبه للنقطة هاي صار عندي شغلة جديدة اللي هي العلاقة بين ها أو الزاوية ها وإيش؟ واثنين باي ناقص ها. طيب وفي لسه العلاقة بين العلاقة بين الزاوية برضو ها وإيش؟ 2 باي زائد ها. طيب وعند العلاقة بين الزاوية ها ومين كمان هسه؟ باي على 2. خلصنا 2 باي و 2 باي صح؟ خلصنا الباي باي على 2 وخلصنا ال 2 باي ضل مين؟ باي على 0. صفر العلاقة بين الزاوية ها وصفر زائد ها. ايه طب صفر زائد ها هي نفسها مين؟ ها. معناته العلاقة هاي مفيش لها داعي لأن هي نفسها العلاقة بين الزاوية ها وها صح ولا لا؟ ايش العلاقة لما نحكي صفر صفر زائد ها ما هي نفسها ها خلاص هاي العلاقة بالزاوية بنفسها مفيش لها داعي لأنها صارت العلاقة بين الزاوية ها وها. طيب العلاقة بعدين العلاقة بين الزاوية ها وصفر ناقص ها. طب صفر ناقص ها صفر ناقص ها اللي هي الزاوية ايش؟ بروح الصفر بروح الصفر وبتصير ها وايش؟ سالب ها. العلاقة بين ها وسالب ها. طيب خلينا نحدد الأرباع. فهمتوا لي هاي الشغلة اللي هي صفر زائد ها ليها يعني ها وها نفسها فيش داعي لها فيش علاقة بالزاوية ونفسها ما هي نفسها. طب العلاقة بين الزاوية ها والسالب ها اللي هي صفر ناقص ها صفر ناقص ها شيل الصفر فهو صفر ناقص ها شو بتصفي؟ سالب ها. طيب لما اجي هون ها 2 باي ناقص 2 باي ناقص وصلنا نو ربع 2 باي ناقص نو ربع رابع. طيب 2 باي زائد الأول. طيب ها ناقصها ناقصها الرابع ناقصها الرابع ناقصها ايش؟ الرابع. ليش الرابع؟ ليش الرابع؟ لأنها صفر صفر انت واقفوا. طب ناقصها ترجع رجوع للربع ايش؟ الرابع. طيب خلينا ناخذ هاي شو رايكم نبلش من عند هاي علاقة بين الزاوية ها وسالبها علاقة بين الزاوية ها وسالب وسالبها كيف بدي اكتب انا الطريقة الاولانية وبعدين الطريقة الثانية. العلاقة بين الزاوية ها وناقص ها اللي هي هيك يا جماعة نكتب العكس الاول. عندي جيم جيم سالبها عندي جدا سالب ها وفي ظل سالب ها وقطع سالب ها قاطع سالب ها وضطع سالب ها. طيب حكينا بدك ترجعها للها العلاقة بين سالب ها وها يعني هون نحط جيم جيب ها سهل يعني ربع الرابع الربع الرابع الجيب الرابع سهل واصلا الربع الرابع السالب ها عرفنا ان هي بالربع الرابع الربع الرابع مين في موجب الربع الرابع الجتا وعكسها وعكسها القاطع. اذا جتا سالب ها بتصير جتا جتا ها والاشاره ايش طبعا موجب. طب ظل سالب ها اللي هي ظل ظلها بس الظل في الرابع سالب. طيب قتا سالبها سالب اللي هي نفسها قتا الها بس ايش؟ سالب. قاطع سالبها اللي هي نفسها قاطع قاطعها. ضد سالبها سالب ضد
وتها. شوفوا يا جماعة معلومة صغيرة يعني مش مفيدة، هي مش مفيدة ها تحكيهاش خلاص، بس يلا هينا حكينا. شايفين جدة سالب ها شو بتطلع؟ جدها أثرت السالب هاي؟ لا جدة سالب ها هي نفسها جدها، هذا الاقتران أو الاقتران الجدة هذا ها وسالب ها بسميه اقتران زوجي. شو اسمه؟ زوجي. يعني جدة سالب ها هي نفسها جدها زوجي يعني. اسمه ايه؟ مش بيفيدها. طب ولما يكون جد سالب ها تطلع هي نفسها جدها بس بالسالب، هذا بسميه ايش؟ فردي. خلاص؟ ماشي؟ انسوا مش حلو مش حلو معلم معلم معلم. طيب العلاقة من الزاوية ها وسالبها، العلاقة من الزاوية ايش؟ ها وسالبها. طب لو بدي اكتبها بالعكس، احنا استاذ بنكتبها دايما بالعكس، بدي انسب الزاوية لصفر ناقص. يعني لما يكون عندك هيك جيبها بدي اخليها جيب انسبها لصفر ناقص ها، يعني ناقص ها. سالب ها الربع؟ الرابع. خليك حافظها الان. سالب ها ربع الرابع. سالب ها ربع الرابع. الجيب ربع الرابع؟ سالب. سالب. وعندي طبعا ايش؟ جتها اللي هي جتا سالب ها موجب. سالب ها موجب. وظل بين عفو مش مشكلة. ظلها اللي هي نفسها ظل سالب. سالب ها طبعا ايش؟ سالب. سالب. قتا الهاء برضه سالب. قتا سالب ها. وعندك قاطع قاطع الهاء اللي هو سالب قاطع سالب ها. وعندك قتا كويس انك صحيح. وعندك قتا الهاء هي نفسها سالب. قتا سالب سالب ها. يبقى هنا نحط العلاقة بالهاء وسالب سالب ها. بنفس الطريقة بنفس الطريقة بتطلع العلاقة بين ها واثنين باي ناقص ها. نفس الطريقة. والعلاقة بين ها واثنين باي زائد ها برضو بنفس نفس الآلية اللي احنا بنكتبها بنكتبها هاي. نفس الآلية هاي. إذا أنا خلصت مين؟ إيش؟ كلياتهم موجود. وين؟ اثنين باي زائد ها. كلياتهم موجود طبعاً. هذا الربع ما هو مين؟ الأول. ما أنت حسب الربع، الربع الأول كله موجب. الربع الرابع بس جتا والقاطع والباقي إيش؟ والباقي سالب. عرفتوا آلية الربط بين الزوايا هاي؟ على محور إيش؟ أنا بنسب لمحور السينام. كل اللي أنا بنسبه لمحور السينام. طيب إضافة كمان، إضافة كمان. طب يا أستاذ إحنا نسبنا، انتبه معي هون، نسبنا أو ربطنا نسبنا او ربطنا للصفر وللاثنين باي وللباي. طب في غيرهم هذول على محور السينات؟ اه بس محور السينات في لا نهائي من الزوايا. كيف؟ كيف؟ هون صفر باي اثنين باي ثلاثة باي اربعة باي خمسة باي ستة باي سبعة باي ثمانية باي تسعة باي عشرة باي 11 باي. يبقى اي اشي صحيح اي شيء صحيح ماشي يا جماعه بلش من الصفر. بلش من الصفر باي صفر باي صفر باي صفر باي يعني صفر. طب واحد باي 180 على الجهه الثانيه. اثنين باي 360 ثلاثه باي اربعه باي خمسه باي سته باي سبعه باي ثمانيه باي وهكذا. إذا زوجي إذا باي معها عدد زوجي أعرف من أنت إيش على اليمين، وإذا باي معها عدد فردي أعرف من أنت وإيش على الشمال. يبقى محور السينات بلش من صفر. صفر باي يعني صفر لسه ما تحركناش. باي اثنين باي ثلاثة باي أربعة باي خمسة باي ستة باي سبعة باي ثمانية باي تسعة باي نفس الشيء. طبعا لما أعطيك زاوية كبيرة رجعنا زاوية كبيرة مثلا خمسة باي خمسة باي كتيرة. الخمسة باي بتجي على اليمين ولا على الشمال؟ شمال على الشمال. شو العدد؟ شو العدد مع الباي؟
فادي على الشمال. اذا وانت مغمض شيل الخمسه باي وحط بدلها ايش؟ باي. باي ايه؟ شو عملت؟ شلت منها دورتين. شو عملت؟ شلت منها دورتين. كيف شلت دورتين؟ كل دوره كامله 2 باي. شيل 2 باي وشيل 2 باي 4 باي صف عندك باي. اذا الخمسه باي هي نفسها مين؟ هي نفسها الباي. طب لو اعطيتك 12 باي صار عليك يصير زين. حط اثنين. هذا ايش؟ هذا العدد اللي مع الباي زوجي. اذا على اليمين يا بتحط بدلها صفر يا بتحط بدلها 2 باي حسب الحاجه للسؤال. حسب الحاجه للسؤال. ايوه فهمتوا يا جماعه كيف الامور هاي؟ يعني عادي ممكن اتعامل مع زوايا ايش؟ اكبر. ممكن اتعامل مع زوايا اكبر. احنا الان اشتغلنا كله على محور ايش؟ السينات. كله على محور السينات. كل الشغل على محور السينات. لا في الان محور الصادات لما نشتغل عليه. يعني خلي المره الجايه نحكي عن محور الصادات. خلينا نعطيك سؤال هيك خفيف عن محور السينات هيك تشوف يعني ايش. يعني استاذ ممكن يجيني سؤال او شغلات تستخدمها؟ إيه مش سؤال، اي شغله تافهه جدا. بس خلي لي الكلام هذا في مخك، خليك فاهمه لانك رح تحتاجه فيما بعد. خلينا نعطيك سؤال هيك تدريبي، يعني زي ما بيقولوا السؤال هيك نشط مخك. ان شاء الله بنزل لكم اوراق عمل، اوراق عمل على الوحده هاي على صفحتي على الفيسبوك. الصفحه على الفيسبوك، صفحتي على الفيسبوك اللي اسمها عشان تكونوا عارفينها صفحتي على الفيسبوك يا جماعه رابط. عامه لما انا بنزل فيديو، لما انا بنزل فيديو على اليوتيوب، في عندك على اليوتيوب تحت اي فيديو في سهم هيك، سهم صغير هيك اسود صح؟ سهم صغير هيك. هذا السهم الصغير لما بتكبس عليه بيطلع لك قائمة تحت. القائمة اللي تحت هذه بيكون فيها رابط، روابط مثلا، بيكون فيها ايش؟ روابط. او عامة عامة اللي بيلاقيش، اللي ما بيلاقي الفيديوهات على اليوتيوب بسهولة، اليوتيوب ما تدخل على اليوتيوب وتدور. لما تدخل على صفحتي على اليوتيوب، لما تدخل على القناة، لما تدخل على القناة، لما تدخل على القناة، القناة مكتوب عندك كأنه في شيء اسمه مقاطع الفيديو، في شغله اسمها قوائم التشغيل. انت دائما ادخل على قوائم التشغيل ودور على القائمه اللي بتهمك، دور على القائمه ايش اللي بتهمك. او اذا دخلت على الصفحه على البيج على الفيسبوك اسمها الرياضيات عشان ما تقعدش تضيع يعني مع الاستاذ، ضيف كلمه الاستاذ طبعا ايش صادق الدين. هاي الصفحه على هاي الصفحه بنزل عليها، راح انزل عليها ان شاء الله اوراق عمل للوحده هاي. ممكن انزل عليها اوراق عمل، اوراق عمل للوحده هاي عشان تتدرب. عشان ايش؟ عشان تتدرب عليها الفيديوهات، نفس الفيديوهات اللي بنشرها، نفس الفيديوهات اللي بنشرها بنزلها على الصفحه هاي. الروابط بنزل الروابط معي. تعمل خليك معي. والناس اللي بتطلب ان انا انزل فيديوهاتي نفسه الفيديو على الفيسبوك انا بعتذر، لان الفيديو اللي عندي وقته هذا الفيديوهات في نص ساعه وطالع. في فيديوهات للتوجيه بتوصل ساعه ونص وساعتين الا، وفي تعدت الساعتين. هذا الفيديو عشان تنزله على الفيسبوك تحط الفيديو على الفيسبوك تخليه اسبوع ان شاء الله لما ايش ينزل. يعني بياخذ وقت كبير جدا. هسه لا، على اليوتيوب ما بياخذش وقت. فسامحوني اذا حدا بيقدر ينزل يعمل داونلود للفيديو من اليوتيوب وينزله على الفيسبوك سويها، ما في مشكله. بس انا ما فيش مجال وقت ان انا اقعد انزل على الفيسبوك، فبحط الروابط. هاي الصفحه هاي راح ان شاء الله بلكي نزلت اوراق عمل على الوحده. طيب خلينا ناخذ سؤال هيك. طيب ورجينا هيك سؤال، يعني سؤال على القصه هاي مثلا، سؤال سريع هيك. لا حوالي 6 دقائق. امحي من وين؟ في جنب هاي خلاص. شوف السؤال هات، شوف السؤال هات. اذا كان بس يا جماعه هدوء يا حلوين، هدوء.
إذا كان جيبها إذا كان جيبها يساوي اسكت إبراهيم إبراهيم اسكت يا إبراهيم 5-13 إذا كان جيب الها يساوي 5-13 وجد الها يساوي 12-13 إذا كان جيبها يساوي 5-13 وجد الها يساوي 12-13 جد قيمة واحد جيب باي ناقصها 2 جتا باي زائدها 3 جيب ناقصها 4 جتا ناقصها ماشي هيك 5 جيب باي زائدها 6 جتا باي ناقصها هذول مبدئيا بدون ظل هسه بدون ظل بدي احلهم على السريع يعني كمثال هيك طيب انا بس حكيت لك على اسئله بس هيك يعني فكره بعدين اسئله كثير راح اعطيك ان شاء الله يساوي طيب انا مو ربع يا جماعه هسه جيب تبع علي الان جيب الباي ناقصها طب من وين اجيب باي ناقصها لها علاقه بجيب الها هي منسوبه للباي ناقص منسوبه لمين شيل الباي ناقص يا سيدي العزيز زعلش حالك حط جيب الها بس حدد الاشاره بس حدد ايش الاشاره باي ناقص انا ربع الجيب الثاني موجب يعني تسوي جيبها اذا جيبها 5-13 طيب ماشي جتا باي زائدها هاي منسوبه باي زائد تزعلش لا تعصب ولا تعمل مشكله شيل الباي زائد وحط جتها استنى باي زائد في الربع الثالث الجتا في الثالث سالب جتها يعني سالب 5-12-13 طيب جيب الناقص سالب جيب سالبها استاذ في سالبها 4 ضرب عصر حطها جيبها سالب طيب سالبها في ربع الرابع الجزء الرابع سالب جيبها هي سالب جيبها 5-13 سالب برضه حط جدها هذه في الربع الرابع سالبها في الرابع الجزء الرابع موجب جد لها 12-13 طيب انا هيك يعني سؤال ايش؟ سؤال يعني هيك بسيط خفيف يعني شوف انت لما تكون فاهم السؤال خفيف السؤال اللي بيكون معقد بايش بيكون متكون؟ من اسئله بسيطه برضه تجميع هي شغله ايش؟ تجميع اسئله بسيطه انت لما تشوف قصر كبير لما تشوف قصر كبير هذا من ايش مجمع؟ ما هو كلياته اصله حجار وطوب ورمل وحصمة وأبصر إيش فالإشي الكبير ما صارش كبير مرة واحدة هو أجزاء أصلاً فأنت لو فاهم الأجزاء الإشي الكبير طيب برضو باي زائد اللي هي جيب الها باي زائد في الربع الثالث الجيب الثالث سالب يا أستاذ إذا سالب شو جيب الها 5-13 طيب برضه باي ناقص شيل الباي ناقص وما تزعل هاي جتها باي ناقص ربع الثاني الجذب الثاني سالب اذا سالب جذبها مثلا يعني انا مثال هيك مثال سريع لانه ما في وقت يعني عشان تفهم الموضوع
زي ما حكيت لك تبع معي بس اخلص الشرح والموضوع يكون في مخك جاهز راح اعطيك اسئله لما تحكي ماشي يعطيك العافيه